نقل سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه إلى لاعبي المنتخب الوطني بمناسبة فوزهم بالمركز الأول في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، مؤكدا سموه أن جلالة الملك المفدى فخور جدا بالمستويات الكبيرة والراقية التي قدمها أبناء البحرين في المحفل الإقليمي والانتصار الرائع في المباراة النهائية التي ضمنت للبحرين تحقيق الميدالية الذهبية في العصر الذهبي. جاء ذلك أثناء استقبال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في مطار البحرين الدولي لبعثة المنتخب الوطني لكرة القدم بعد عودتها من العراق، وذلك بحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة والشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم وعدد من أعضاء مجلس الإدارة. وقال سموه: لقد كنتم خير سفراء للبحرين في المحفل الكروي الهام وبرهنتم للجميع أن البحريني معدنه من ذهب ودائما ما يطمح إلى تحقيقه والوصول إلى الإنجازات مهما كبرت. وأكد سموه سعادته بالمستويات الفنية الراقية التي جسدت من خلال البطولة الإقليمية كل معاني العزيمة والمثابرة والإصرار والتحدي، مشيرا إلى تقديم اللاعبين أجمل معاني الولاء والتضحية في سبيل رفعة اسم البلد عاليا خلال إظهار الروح القتالية التي ستكون عنوانا للمشاركات المقبلة في البطولات والمحافل الدولية. وبين سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الفرحة الكبيرة بما حققه المنتخب الوطني لكرة القدم في غرب آسيا، وعلينا أن نأخذ من الإنجاز منطلقا أساسيا للدخول بكل قوة في الاستحقاقات المقبلة ومن بينها التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وكأس آسيا، ويجب العمل بكل جد من أجل تهيئة المنتخب للمشاركة في التصفيات وتحقيق نتائج متميزة فيها. من جانبه عرب سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على دعمه للمنتخب الوطني في مسيرته بالاستحقاق الإقليمي الكبير، والذي تمكن المنتخب الوطني من تحقيق المركز الأول في البطولة التي أكدت مدى التطور التصاعدي الذي تسير فيه كرة القدم البحرينية حتى باتت رقما صعبا في كافة المشاركات التي تتواجد فيها. كما ورفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم سعادة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة من جهته خالص التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المفدى وصاحبي السمو الملكي رئيس الوزراء وولي العهد، وأكد سعادته أن إنجاز المنتخب وأكد سعادته أن إنجاز المنتخب الوطني الأول لكرة القدم في بطولة غرب آسيا يعكس الرعاية الكريمة التي تحظى بها الرياضة البحرينية من قبل جلالة الملك المفدى، مهنئا سعادته سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، كما قدم التهاني إلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة.
الحقيقة يعني قدمتوا مستوى فوق المرضي وفرحتوا الوطن وشرفتونا ودخلتوا التاريخ في هذه البطولة الدولية الأولى من نوعها. الحقيقة تبون من ناحية يعني وجهة نظري أنا كرياضي واحد منكم وفيكم، ما همتني النتيجة كثر ما همتني الروح اللي شفتها في الملعب. الفوز والخسارة شيء طبيعي في الرياضة، يعني أنا كرياضي أروح البطولة وأروح للسباق وأروح للعب أتقبل أحد الأمرين الفوز والخسارة، لكن اللي يهم في الأمر شلون أفوز أو شلون أخسر. أنتوا ولله الحمد قدمتوا المستوى الفوق الممتاز، تعاونكم مع بعضكم البعض كان جدا ممتاز، الطاقم الإداري والفني كان بأعلى مستوى، وثم نجي لجرأة المدرب اللي ما تردد في تغيير التشكيلات في خلق التنافس ما بينكم، خلى كل لاعب عندنا في منتخب البحرين يحاول يثبت وجوده في الملعب انه يكون قد المستوى وقد هذا الشعار وقد هذا العلم اللي هو لابسه على كتفه ودخل للملعب. فهذه نتيجتها، برجال مثلكم قمتوا بالواجب وافضل، لكن ترجعنا هالقعدة يمكن قاعدة تذكرونها كلكم، يلسنا في السابق عقب البطولة وتكلمنا وقلنا لكم ما عندنا خط رجعة، اللي معاي يرفع يده ورفعتوا يدكم كلكم، قلت لكم هل تؤمنون بأن احنا راح نوصل؟ قلتوا نؤمن راح نوصل، قلت لهم عيل دام جنود الوطن هذا بخير وعندهم هالجرأة فمعناته أنتم سهلتوا العملية علينا. كل اللي علينا قمنا به من ناحية دعم ومن ناحية توجيه، أما الفعل عليكم أنتم، فأنتم قمتوا بهذا الانتصار. ويكفي أمس اتصال جلالة الملك الله طول عمره لي وهنيناه كلنا باسم الشباب والرياضة، وتابع مبارياتكم كلها وأعجب جداً بالمستوى اللي قدمتوه، والحقيقة يعني أفرحتونا، ودام إن احنا شفنا فرحة جلالة الملك شفتها أنا بالذات خلاص هذه بروح هذه تكفي، فما بالكم هالوطن هذا كله. وأنا قلت لكم معنى وزن الجول الواحد اللي انتم تجيبونه شو يسوي في هالبلد، هذا يهز هالبلد، يوحد هالبلد، يفرح هالبلد من نساء ورجال وكبار وصغار. فمشكورين انتم، مشكورين على هذه الفرحه اللي قدمتوها لنا، واللي بنقدمه لكم ما هو الا قليل، لكن قليل في حقكم، بس ان شاء الله ان انتم تقبلون هديه جلالة الملك لكم ان شاء الله، وهذه لانكم انتم قدمتوا اكبر هديه لمملكه البحرين. لكن لا ننسى وعيشوا الدور هذا 48 ساعه فقط، عقب 48 ساعه نبيكم تحطون هذا ضمن الماضي وتشوفون اللي أمامكم، تستحقون الفرحة وتستحقون الفوز ونشوة الفوز، اطلعوا منها عقب 48 ساعة وعيشوا الواقع. عندنا مهمة وعدنا فيها جلالة الملك ووعدنا فيها الشعب، وعقب هذه ذمة في رقابنا أمام الله إن احنا نوصل أعلى المستويات ونخلق التاريخ. هذه قطرة والغيث إن شاء الله واصل، بس دام عندي هالعزم وعندي هالجنود أنا أتكلم بكل ثقة، وإن شاء الله نحن بخير، ولكم ألف تحية وتقدير، مشكورين أخوان. المعنويات العالية والتخطيط والعمل المستمر جلبت فرحة وطن هذه الرحلة الجديدة الذي صنعها أبناء الأحمر البحريني لكرة القدم، تحمل بها جميع المنافسات لكي يتوج اليوم في مملكة البحرين بطلا جديدا مع بداية فترة العصر الذهبي
ليكون بطل غرب آسيا لكرة القدم 2019. أرفع أسماء آيات التبريكات لسيدي جلالة الملك وللقيادة الرشيدة ولسيدي سمو الشيخ ناصر وسيدي سمو الشيخ خالد بن حمد. طبعا هذه ثمرة من ثمرات جهودهم اللي ابذلوها في السنوات الماضية ونشوفها اليوم في أرض الواقع، بيض وجوهنا في العراق الشقيق، وإن شاء الله منها للأعلى. أما بالنسبة للفريق، احنا طبعا طمحنا للكثير وهم راحوا وقاموا ووعدونا بالكثير، وللأمانة كفوا ووفوا وفرحوا بلادهم وفرحوا أهلهم. إن شاء الله تكون أو يكون هذا الإنجاز فاتحة خير للكرة البحرية بالدعم المباشر الذي وليه سمو الشيخ ناصر لرياضة كرة القدم، وتكون فاتحة خير لما هو قادم، والقادم لكرة القدم أهم. عندنا تصفيات كأس العالم، والآن بطولة غرب آسيا حقق المنتخب الميدالية الذهبية، ونتمنى أن هذا الدافع يعطينا سلاح الجمهور في المرحلة القادمة في مشوار التصفيات لكأس العالم، لأن المنتخب بحاجة إلى مساندة جماهيرية، وإن شاء الله تكون كلها فاتحة خير للكرة البحرينية، ويكون المنتخب البحريني على قدر المنافسة في المشوار القادم إن شاء الله. اليوم الفرحة ذي بداية خير لنا كاتحاد بحريني لكرة القدم وكجميع من عمل على هذا المنتخب في الفترة الأخيرة. نبارك لهم، مبارك الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وإن شاء الله أن مثل ما قلت لك هذه تكون بداية والجاي يكون أحسن إن شاء الله. إحنا مع سمو الشيخ ناصر الله يحفظه أن إحنا نحاول بإذن الله تعالى نقدم جميع متطلبات وجميع التسهيلات للاتحاد البحرين لكرة القدم لتحقيق الحلم والوصول لنهائيات كأس العالم. رجال منتخبنا الوطني استطاعوا أن يرفعوا على مملكة البحرين عاليا خارج أرض المملكة، وأن يدخلون السعادة بقلوب كل بيت والبهجة في نفوسنا جميعا. بمجهود اللاعبين كنا متوقعين في أي وقت أنه ممكن يكون في عندنا تمريرة أن نحرز منها هدف، خصوصا في المباريات اللي قبلها كان وصولنا للمرمى بشكل كبير، وهالشيء مبشر وعلامة جدا ممتازة وإيجابية، بس محتاجة التركيز أكثر، والحمد لله قدرنا أن نخلص في المباراة اللي طافت. الحمد لله قدرنا نحقق الفوز ونفرحهم ونفرح الشعب. إن شاء الله نوعدكم أنه يكون إن شاء الله دوم في أفراح إن شاء الله في جميع البطولات وجميع المباريات إن شاء الله. هذه اليوم الأناس والفرحة ما تصور يعني متصورين، احنا مستانسين وشعابنا مستانس والبحرين البارحة كلها طالعة. هذا التتويج باللقب الأول تاريخيا لم يكن مفروشا بالورود، ولكن التركيز والعمل حتى النهاية من قبل أبطال الأحمر جاء بفضل مساندة ودعم صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله، وتوجيهات الداعمين للاتحاد البحريني ووقوف الشعب كافة خلف منتخبنا الغالي تظهر ثمرة اليوم وتقديم الأفضل في البطولات القادمة. هبطت طائرة رجال الذهب محققين أول إنجاز تاريخي مشرف لمملكة البحرين، مسطرين أولى بطولات العصر الذهبي للرياضة البحرينية. طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.